أخبار اليوم. أحداث غاشمة قاسمة كل شعب مصر 90 مليون يعني بيدينوا هذا الحدث الإرهابي. إذا حضرتك جيش من الشعب وشعب من الجيش وشرطة من الشعب وشعب من الشرطة، دي حضرتك كلنا نسيج واحد. 90 مليون اللي هم موجودين دول مخرجين أبنائنا، أبنائنا دول جيش، أبنائنا دول إيه صبار. فالعملية القسيمة ده عدوان غاشم، عدوان غاشم على مصر، عدوان غاشم على شعب مصر، عدوان غاشم على جيش مصر، عدوان غاشم على شرطة مصر. وده احنا شفنا الحادث الامبارح ده حادث فظيع، جميع المصريين كلنا متألمين. عندنا أولادنا في الجيش، واحنا في يوم من الأيام كنا في الجيش وسيبنا جيش من الشعب وشعب من الجيش. أي بني آدم مصري بيحب مصر، بيحب البلد دي، بيتكاتف مع الشرطة والجيش من حرب الإرهاب والناس اللي عايزة تبوظ البلد، هو ده الوطن الحقيقي. إنما من يتآمر عليها من الجماعات الإرهابية والإخوان والناس اللي هي بتحل على مصر دي بكل أشكال، طبعا هما كده كده بيبهدلوا البلد وبيساعدوا اللي بره إن هم يبوظوا البلد، والبلد إن شاء الله محمية بفضل الله تعالى أولا وآخرا. أما الناس اللي بتموت دي، فلما يكون في مسلم بيستحل إن واحد مسلم زيه يموت أو يتم بيت بيقولوا إن هو مسلم، ده ملوش علاقة بالإسلام. مدافع الهاون والإي آر والآر بي جي دخلت إزاي المدافع دي؟ هتخش إزاي إلا عن طريق الأنفاق؟ الموضوع كبير، في العدو الأول اللي هو الإسرائيل، وممكن داعش، وممكن القاعدة، وممكن بيت المقدس. الجماعات كترت، الجماعات كترت الإرهابية. إحنا مصر للأسف زي ما إحنا لا بنعمر ولا بنعمل، ويقول لك الطيران المصري 4% بس اللي بيشارك في دك الحصون وبتاع. إحنا بنحارب، لعلمك الحرب دي أقصى من الحرب المنظمة. أنا عايز أعزي بس أهل الشهداء اللي ماتوا، ضحية يعتبر ضحية اللي أقول إرهاب عليهم، أقول لهم إرهاب ولا أقول عليهم إيه؟ يعني أنا مش عارف أقول عليهم إيه الصراحة. هم ملهمش وصف، إن هم ما فيش عندهم لا ريحة القلب ولا ريحة الضمير، إن هم يعني لو اعتبرناهم يعني حيوانات مثلا كنا هنقول عليهم دول مترافة. يعني إزاي هم يجي لهم القلب كده ويموتوا أولادنا وإخواتنا في الجيش؟ حالة مؤسفة جدا بيحصل لأولادنا وبيحصل لشبابنا وبيحصل لأمننا واقتصادنا. احنا مش عارفين احنا ساكتين ليه لحد دلوقتي، احنا ساكتين ليه؟ يعني الجرايد كلها بتتكلم والناس بتتكلم، وعايزين فعل، عايزين الناس دي مستأصلهم من جذورهم. ذنبهم ايه اللي بيتضربوا دول؟ ذنبهم ايه اللي بيموتوا؟ ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه؟ كانوا عاشمين في كرسي؟ كانوا عاشمين في منصب؟ كانش عاشمين، ده ناس بتقضي خدمتها عادي. اخويا اخوك، عمك ابن عمك، ابن عمي ابن خالي. انا مش عارف، مش عارف بيعمل كده، عايز ايه؟ عايز ايه بالظبط؟ اولا المقصد بيها هدم الجيش المصري، وده مخطط اسرائيلي امريكي بيخش عبر الحدود. الناس دي دخلت، وفي منهم بعض من العرب خونه متسطرين عليهم، لان لما بيرتكب الجريمه بيخش في وسط الناس دي وبيستخبى. فين هم؟ ما حدش بلغ ولا حد قال فلان عمل كذا ولا فلان عمل كذا. اذا في ناس متسطرين من العرب السيناويه على الناس المجرمين دول، لابد ان انا مشط المنطقه بالكامل، واللي يطلع متستر على الجريمه يعاقب بنفس عقوبه اللي هو اللي في الفاعل، لان الاثنين في الجريمه سواء، لان ده سكت عليه وخلاه ان ممكن يعمل يكررها تاني. وحظر التجوال ده مش حل، حظر التجوال اول ناس هتلتزم بالحظر الناس اللي فجرت واللي قتلت الجنود دي، هتستخبى اول ناس وهتلتزم بالحظر. ده مش حل، الحل ان تتمشط المنطقه بالكامل ويتمسك الناس دي، وكل من يتمسك متستر على واحد يعاقب بنفس العقوبه، يعدم يعدم معاه لانه تسطر عليه. الناس دول قرايبنا، قرايبنا، اخواتنا واولاد عمادنا واخواتنا، ما نضمنش بكره وبعده يحصل ايه. نرجو من البلد تهتم بالاماكن دي، الحدود بتاعتنا دي مهمه جدا عن الداخل. الداخل هو بنتحملها، شويه ارهابيين بيخبطوا هنا يخبطوا هنا، معلش حاجات بسيطه بنتحملها. اما الحدود دي فبكره يخش يقعدوا عندنا جوه هنا في مصر، بقى تمام ضرب على الحدود بداخل جوه هنا، يبقى احنا هنعيش ازاي؟ نرجو من البلد تهتم بالحدود بالذات. ومصر ان شاء الله منصوره، منصوره باذن الله على العدو، منصوره، منصوره مصر طول عمرها تتنصر، عشان مذكوره في القران وما عملتش حاجه وحشه لحد ابدا.